كل برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف السنيور سنيورا والبديلو سنيورا بلو برغيف سنيورا سنيورا بإيطاليا سنيورا بالقدس يا حبيبي أعطيني الفرقة سنيرني سنيورا عشرة عمر. حياكم الله مشاهدينا الأعزاء وين ما كنتوا بتتابعون عبر شاشة الفجر الجديد في حلقة جديدة من برنامج فوازير. تحياتنا للزميل علاء أحمد الجلاد، تحياتي لكم خالد بدير، وأكيد مع سنيورا عشرة عمر مكملين ومتواصلين العديد من الجوائز. سنيورا ما تنسوا ثلاث مصانع في فلسطين، الأردن، وكذلك أيضا في دبي حديثا منذ الأول من العام 2016. وما تنسوا مشاهدينا أيضا ومتابعينا وعشاق سنيورا دوما، ما تنسوا أنه هنالك باقة من المنتجات الرائعة اللانشون، وبنحكي عن قانك وعن المرتديلا وكثير من الأشياء الرائعة والجميلة عبر سنيورا. سنيورا عشرة عمر. نتعرف من جديد على متسابق جديد، نتعرف عليك، مين حضرتك؟ أنا هلال الغرة من جد. طيب كيف سنيورا؟ مليحة. زاكي عشرة عمر؟ ولا أكيد. طيب يا باشا جاهز؟ بدي أسألك سؤال، متى تأسست سنيورا؟ يلا أعطيني محاولة. فيش عندك أمريكاني؟ يلا اعطيني، فيش ام سي كيو. يلا اعطيني رقم. 1980. 1980. سنيورا اقدم بكثير يا شباب. وين سنيورا تأسس؟ 1820. 26. متأكد؟ 1826. لا 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 لا، وين سنيورا تأسس؟ 1820. لا 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 ما اعتقد. سنيورا، سنيورا عشرة عمر يا جماعة الخير. 1920. وانت قربت؟ لا مش عارفة. مش عارفة؟ سنيورا وين تأسست؟ 1975. ولا وهذا مع النكسة؟ لا قبل النكسة. يلا مش عارفة. 1945. حظا اوفر، ولا حد عرفها لليوم. طيب اليوم راح يضل معنا السؤال من خلال برنامج فوازير بتأكيد عبر شاشة الفجر الجديد في حلقة جديدة ومتجددة، متى تأسست سنيورا؟ سنيورا عشرة عمر. مكملين في برنامج فوازير في أسواق طول كريم والعديد من المتسابقين. نتعرف عليك يا باشا. شعبان. عماد شعبان، كيف سنيورا معك؟ شركة سنيورا. صحيح. للمرتديلا. يا عيني عليك. نعم، شركة عالمية وشركة ممتازة، منتوجاتها ممتازة ومرغوبة. أنا على نفسي أكلي شربي كله سنيورا. يا عيني عليك، يعني سنيورا عشرة عمر دوما. صحيح. عشرة إيش؟ عمر يا باشا. يا عيني عليك. طيب بدنا نسألك سؤال مع فوزير، أخر لي السيجارة شوي يا باشا. طيب من هي أم قشعم؟ والله بيني وبينك أول مرة بسمع فيه. أم قشعم. اسم غريب وعجيب. والله ولا ميت جوجل بجيب. ولا ميت جوجل. أم قشعم اسم. طبعا سنيورا يا جماعة الخير، فكر انت، فكر معي. سنيورا ثلاث مصانع منتشرة في هذا الوطن، بالتأكيد في فلسطين، الأردن، وكذلك دبي حديثا. ما تنسوا 14 فرع والعديد من المنتجات الرائعة. بنحكي عن الكتف العجل وعن الصدر الحبش الرائع، وبنحكي عن كثير من المنتجات الرائعة. ما تنسوا نقانق الزعتر الشهية واللذيذة. نرجع أم قشعم، فيش جوجل تبحث أم قشعم؟ صعب والله. ما طلعت معك؟ مش طالعة معي. طب بدي أسألك سؤال آخر، يلا بدي أعطيك إشي ثاني. مين أول من بنى السجون في الإسلام؟ أول من بنى السجون في الإسلام هو على بالي، بس لحظة شوية أفكر فيه. على راس لساني دايما، فيش مجال والله. طعم سنيورا صلاح مين؟ الدين. متأكد؟ كلام صحيح. حظنا وفر يا باشا. حياك الله، كل الاحترام لك. طيب لمتسابق اخر من هنا، نتعرف عليك يا باشا. سامي للداو. انت سامي، كيفك يا سامي؟ الله يسعد مساك. كيف سنيورا معك؟ سنيورا عشرة عمر. عشرة عمر اكيد. كيف على المائده زاكي؟ والله لسه ما جربناهاش. طب وبدك تجربها اليوم ان شاء الله؟ ان شاء الله رب العالمين. طيب يا باشا بدنا نروح على سؤال اخر. السؤال بيحكي لك نصها ملح ونصها زيت وموجوده في كل بيت، شو هي؟ هنا الضربات. لا ولا ضربات ولا شيء، ولا انا مش مقدم توجيه يعني معك بالنهايه.
يلا مع سنيورة مكملين. هذا مش شاكر. ايش؟ يلا. مش عارف. نصها ملح ونصها زيت وموجودة في كل بيت، شو هي؟ مش عارف. الزعتر. الزعتر إذا حكى لها. الزعتر؟ لا. مش عارف. موجودة. نرى. يلا يا باشا. مش عارف. سنيورة عشرة عمر. طب مكملين ومتواصلين اكيد مشاهدينا للمتسابق اللي هرب ورجعناه ويانا، نتعرف عليك. محمد يونس. محمد مع سنيورة، كيف سنيورة؟ ما شاء الله انا مذاق لا يقاوم وعشرة عمر دائما وخيار كل اسرة. السؤال اللي بدي اسألك اياه، متى تأسست شركة سنيورة؟ 1920. اوبا 10 على 10 بيج لايك، تقريبا 10 اليوم ما جاوبوا عليها. مع سنيورة هاي جائزتك مباشرة، شو بتحب تحكي لهم؟ كل عام بخير وتقدم للامام ان شاء الله في منتجاتكم. سنيورة عشرة عمر. يعطيهم العافية، اكيد مكملين مشاهدينا الاعزاء مع سنيورة، اكيد اجمل الاوقات نتمناها لكم في هذه اللحظات. نتعرف عليك يا باشا. مساء الخير أول شيء، كل عام وأنتم بخير الجميع. منذر ظاهر من عادتي. حياك الله يا أستاذ منذر. سنيورة جربتها قبل هالمرة؟ والله جربناها كثير، وعندي ولد دائما كتيبته السنيورة. تعال يا عبد الله. وين عبد الله؟ تعال 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 تعال. أنت أبو السنيورة؟ بحب السنيورة. شو أكثر شيء بتحب السنيورة؟ نعم. شو بتحب؟ المرتديلا، النقانق، اللانشون، شو؟ نقانق. النقانق. ويا عيني على النقانق. يلا من مرتديلا برضو الاصابع هذه الكبيره. طيب. بيجيبوها هاي العلب هذه الكبيره. بيجيبوها دائما، بحبوها يعني. يا عيني عليكم. سنيورة بكافه الاحجام متوافره في كافه الاسواق. نروح لسؤال يا باشا، سنيورة وين اقيمت؟ سنيورة اعتقد انها في رام الله، فيهم فرع كبير في رام الله. او هلا في لها فروع 14 فرع، وفي لها ثلاث مصانع في فلسطين والاردن ودبي. كان فيها. هلا وين اقيمت الفكره الرئيسيه، نشأة التأسيس، نشأة هذا النجاح الرائع في الوطن والأسواق الخارجية؟ احنا نتمنى تكون في القدس. احنا انا اكيد في القدس، والامنيات دائما مالها ان شاء الله. دائما في القدس ان شاء الله. وان شاء الله في القدس. يا عيني عليك، اكيد لجائزة مقدمة من سنيورة. الف مبروك. كل عام وانتم بخير انتم الجميع، وشكرا لسنيورة وشكرا لكم. فكر السنيورة بإيطاليا، السنيورة بالقدس يا حبيبي. اعطيني الفرقة. مكملين في برنامجنا في الأسواق وفي المولات والمراكز التجارية مع اكيد سنيورة، برنامج فوازير لها اليوم. نتعرف عليك يا باشا. نهاد كعدان. نهاد كعدان. حياك الله. نهاد من وين؟ من دير الحصون. طيب جربت سنيورة قبل هالمرة؟ جربتها. كيف المدى؟ مليح. تعرف شعار سنيورة يا باشا؟ شعار سنيورة إشارة حمراء. ايوه. شو بيحكوا دائما في الدعاية؟ عشرة ايش؟ عمر. يا عيني عليك، عشرة عمر. طيب بدنا نروح لسؤال مع سنيورة. سؤال سهل، مش راح نصعبها عليك ان شاء الله لها اليوم. السؤال بيقول لك يا باشا، نصها ملح ونصها زيت وموجودة في كل بيت، شو هي؟ نصها ملح ونصها زيت وموجودة في كل بيت. صوي صوي. نصها ملح ونصها زيت، ودائما بيحكوا اشي نابلسية. يا سهلت عليك. شو الاشي المصنوع من الملح والزيت؟ الزيت اكثر اشي. الصابونة. ايش؟ يا عيني عليكم، الصابونة. اجابتك صحيحة. يلا مكملين من خلال برنامجنا واجمل الاوقات نتمناها لكم. مبروك. شو بتحب تحكي لسنيورة؟ بالتوفيق ان شاء الله وللامام ان شاء الله. حياك حبيبي. لسنيورة. فكر السنيورة بإيطاليا، السنيورة بالقدس يا حبيبي. اعطيني الفرقة. طب مكملين من خلال برنامجنا واكيد اجواء رائعة نتمناها للجميع الى متسابقة جديدة. نتعرف عليك. من خالد من كفين. بدنا نسألك هالسؤال، إله أكثر من عين وما بشوف، إله أكثر من عين وما بشوف، شو هو؟ والله سهل. شو هو؟ لو أغششك إياه. شو؟ إشارة المرور. إيش؟ إشارة المرور. وشو كمان؟ والشمس بتتغطاش بإيش؟ بإيش؟ بغير؟ داري؟ غربال. والغربال كمان. شو؟ وغاز الطبيخ كله بتغطاش بعيوني. يلا هاي جائزتك مقدمه من سنيورة، الف مبروك. الله يبارك فيك. تسلم. حياك تسلم. حياك الله. طيب اكيد مشاهدين احنا راح نكون معكم في كل وقت وفي كل حين عبر شاشه الفجر الجديد. اجواء رائعه، الكل بده سنيورة والكل معنا مع سنيورة في برنامج فوازير. تحياتنا للزميل علاء احمد الجلاد من جديد، تحياتنا لفادي بدير خباب الاسمر، هذه تحياتي لكم خالد بدير، وان شاء الله انتظرونا غدا في نفس الموعد. الى اللقاء. كل برغيف بلو برغيف دوقو برغيف السنيور. سنيورة بالبديلو، سنيورة بلو برغيف، سنيورة عطيني منه، سنيورة بالبديلو، سنيورة بالبديلو.
السنيورة بإيطاليا، السنيورة بالقدس يا حبيبي. أعطيني الفرقة سنيرني. سنيورة عشرة عمر.